التقني طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه كان نادي طلائع الجيش، وبرضه رحل كابتن علاء عبد العال بعد ثلاث لقاءات او ثلاث جولات في بطوله الدوري، وتولى كابتن محمد يوسف الجهاز الفني في نادي طلائع الجيش. والجهاز الفني اللي مع كابتن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف مدير فني، كابتن طارق السعيد مدرب عام، كابتن احمد رؤوف مدرب مساعد، وايضا كابتن سيد السويركي كمدرب لحراس المرمى. هل من مزيد خلال الفتره القادمه؟ ما اعتقدش، اعتقد ان الانديه كلها يعني مركزه في الفتره القادمه، ويعني هي النتائج اللي بتحكم، خلي بالكم. يعني خساره اسوان ثلاث ماتشات، خساره طلائع الجيش، على فكره طلائع الجيش خسر ماتش واحد، يعني طلائع الجيش اول ماتش اتعادل مع الداخليه، وتاني ماتش كسب انبي، وتالت ماتش اتغلب من الاتحاد السكندري 3-1. فالمباراه الاخيره كانت سبب في رحيل كابتن علاء عبد العال، رغم ان كابتن علاء عبد العال مجمع اربع نقاط مع فريق طلائع الجيش في الدوري، يعني كسب ماتش اتعادل ماتش وكسب ماتش وخسر ماتش اللي هو اخر ماتش امام الاتحاد السكندري. ولكن كان قرار اداره نادي طلائع الجيش بتغيير الجهاز الفني. طبعا كابتن علاء مدرب مميز جدا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وكابتن محمد يوسف ان شاء الله نتمنى له التوفيق ايضا مع طلائع الجيش في الفتره القادمه باذن الله.